السلام عليكم، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم عروض جديده وميزه جداد من كارفور. قبل ما نبدا الفيديو، لاول مره كيشوف قناتي ما يبخلش عليا بلايك واشتراك القناه باش يوصلكم ديما الجديد العروض. فيديو ديال اليوم متنوع وميزه رائعه بمناسبه اقتراب عيد الاضحى. كنبداو ان شاء الله بهذا الالات البانيني اللي كتشوفوا الشكل ديالها جديد كما كتشوفوا. كنحاول ندور معاها كامله باش تشوفوها كامله الشكل ديالها كيفاش داير. ها الظهر ديالها، ها لي مارك، اللون ديالها اسود زوين ديال جرانيت، ما كتلصقش كما كتشوفوا. الثمن ديالها 639 درهم. هاد كونجيلاتور كما كتشوفوا اللون ديالو غري، حجم متوسط ماشي كبير. هاد الداخل ديالو، ها الشبكه ديالو من الداخل. الثمن ديالو 1799 درهم، فيه الغارانتي لمدة عام. وهاد الكوكوت ديال اينوكس ديال 8 لتر، الشكل ديالها كاملة. كنحاول نتقل الفيديو باش تبان لكم مزيان. الثمن ديالها 999 درهم. وهاد القلاية الهوائية ديال طيفال كما كتشوفوا الشكل ديالها زوين. هاد الخلاني ديالها، كنحاول نصورها لكم تاع الجنيبات. الثمن ديالها 1499 درهم. وهذا كسكاس، طنجرة بالكسكاس، الثمن ديالها 329 درهم. وهاد العصارة ديال القهوة، ديال اينوكس، الثمن ديالها 119 درهم فاصلة 90. وهادو البلاطويات حتى هما نزلوهم، الحجم الكبير الثمن ديالهم 289 درهم. وهاد البلاطويات ديال اينوكس الثمن ديالهم 199 درهم فاصلة 90. وهاد الفران كهربائي، كنحاول نتقل الفيديو باش يبان لكم مزيان كما كتشوفوا. الثمن ديالو 1999 درهم فاصلة 60.